يقول: الذي أحرم بالحج من الميقات ولكنه منع من الدخول لعدم حمله تصريح، هل يعتبر محصرا يحل في مكانه ويحلق رأسه ولا شيء عليه؟ إذا منع منعا باتا ولا أمكن أنه يدخل يعتبر محصر، ما إذا أمكن أنه يدخل بالمحاولة فهو يبقى على إحرامه، وإذا تمكن يؤدي النسك الذي أحرم به وليس محصرا. نعم.